الزميلان علي وإبراهيم بعثا برسالة يسألون هذا السؤال، يقولون: فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. شيخنا الكريم، نرجو تفسير هذه الآية، وهل التعدد سنة؟ وما هو ضابط الخوف الذي يجعل المتعدد يقتصر على واحدة؟ وما هي نصيحتكم للرجال الذين يريدون التعدد وللنساء الممتنعات عن زواج من رجل متزوج؟ جزاكم الله خيرا. قول الله سبحانه وتعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هذا إذا كان في ولاية الإنسان يتيمة ممن يحل له نكاحها، إذا كان في ولايته يتيمة ممن يحل له نكاحها، ولكن إذا تزوجها فإنه لا يتم لها حقها نظرا لأنها يتيمة فيهضمها حقها. الله سبحانه وتعالى نهاه أن يتزوجها في هذه الحال، وأن يعدل إلى غيرها من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني من النساء اللاتي لكم عليهن ولاية، وإذا تزوجتموهن فإنكم لا تقومون بواجبهن نظرا لضعفهن وعدم مطالبتهن لكم، فإنه لا يحل لكم أن تهضموهن وأن تزوجوهن على هذه الحالة، فليعدلوا إلى غيرهن من النساء الأخريات. وقد وسع الله لكم ما طاب لكم من النساء، ثم حدد ذلك فقال: مثنى وثلاثة ورباع، فأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع نسوة، إن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء تزوج ثلاثا، وإن شاء تزوج أربعا، وهذا هو الحد الأخير. كانوا في الجاهلية يتزوجون عددا كثيرا، فقصرهم الله على الأربع ومنعهم من الزيادة على الأربع لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وتعدد الزواج هذا أمر مباح للرجل حسب مقدرته واستطاعته وقيامه بالعدل، إذا كان عنده المقدرة على التعدد تعدد الزوجات فإن الله أباح له ذلك، وذلك بأن يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمسكن والقسم بالمبيت لكل واحدة الليلة، فإنه حينئذ يباح له أن يعدد النساء. أما من ليس عنده القدرة على ذلك يخشى أن يحيف وأن لا يعدل بين النساء في هذه الأمور التي يستطيع العدل فيها، فإنه لا يجوز له أن يعدد لما في ذلك من الإثم والحرج. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذا معناه أنه لا يعدد إلا من كان عنده المقدرة، عنده المقدرة على العدل بين النساء التي في عصمته. والميل في هذا مع بعض النساء دون بعض هذا جرم عظيم، قد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له. هذا فيما يستطاع من العدل، أما ما لا يستطاع العدل فيه وهو الحب في القلب هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، إذا أحب امرأة أكثر من محبة الأخرى فهذا ليس باستطاعته وليس في مقدرته، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، المراد بذلك العدل في المحبة والميل القلب، وإنما العدل المستطاع هو كما ذكرنا العدل في المبيت، العدل في الكسوة، العدل في السكن، العدل في النفقة، هذا هو العدل المستطاع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أباح الله له أن يطأ من الإماء ما شاء، إذا كان عنده مملوكات من الجواري فإنه يطأ منهن ما شاء بملك اليمين، ولا حد له في العدد، لا يقصر على أربع بل يطأ ما شاء من ملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال: ذلك أدنى أن لا تعولوا، أي لا يكثر عيالكم فيحصل بذلك فقر والضيق، فالمراد بالعول هنا هو الفقر والحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألون: هل التعدد سنة شيخ صالح؟ التعدد مباح، التعدد مباح، أباحه الله سبحانه وتعالى، أما أنه سنة فلا أعلم ذلك. جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحتكم للرجال المريدين للتعدد كما يسألون؟ هذا ذكره الله سبحانه وتعالى ووضحناه من الآية الكريمة. طيب، أنه لا يقدم على التعدد إلا من كان عنده الاستطاعة، اللهم استعان، في العدل الذي أمر الله تعالى به. نعم.